أيها الزائر لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم أنك تزور مدينة ليست كسائر المدن، إنها مدينة كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحبها، وإذا غاب عنها يشتاق إليها، فكان إذا كان في سفر ثم عاد ورأى جدرات المدينة حرك دابته وأوضع راحلته من محبته لهذه المدينة. فيا عبد الله، أحبها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، واحذر فيها أمرين عظيمين: من فعلهما في المدينة باء بسوء عظيم وشر مستطير، أما الأول فهو الإحداث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإحداث يشمل الشرك بنوعيه كما قدمنا بالأمس، ويشمل البدع، ويشمل كبائر الذنوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا يوم القيامة، وهذا وعيد شديد. فالزم يا رعاك الله السنة في كل مكان، وكن أشد لزوما لها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني: احذر من أذية أهل المدينة. وأهل المدينة المراد بهم كل من كان في المدينة، كل من كان في المدينة، حتى الزائر هو من أهل المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بأهل المدينة سوءا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وهذا عام، سواء لمن كان في المدينة وأراد بأهل المدينة على المعنى العام الذي ذكرناه السوء والأذى، أو كان في بلده وأراد بأهل المدينة، أراد بعلمائها، بشيوخها، بطلاب العلم فيها، بأهل الخير فيها سوءا، دخل في هذا الحديث: أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. ثم اعلم رعاك الله أن وقتك في المدينة أنفس من الذهب وأنفس من كنوز الدنيا. ألا تعلم يا رعاك الله أن الملايين من المسلمين تتحرق أفئدتهم شوقا للوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنعم الله عليك بهذه النعمة، فها أنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحرص على أن تحمل فيها ومنها خيرا. إذا قدمت المدينة فإنه يشرع لك أن تعمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير
من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإياك يا عبد الله أن تفرط في الفرائض في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الفضل خاص بهذا المسجد ولا يعم مساجد المدينة. أنت إذا صليت العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل لك وخير لك وأبرك لك وأعظم أجرا لك مما لو صليت 1000 عصر في مسجد حيك في بلدك. وإذا صليت المغرب كذلك والعشاء كذلك والفجر كذلك، وكلما زدت زاد الفضل. فلا تفرط في هذه الغنيمة العظيمة. والصواب من أقوال أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام تعم الفرائض وصلاة الجنازة والنوافل، غير أن صلاة النوافل في البيت أكمل وأعظم أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان باب بيته مفتوحا على المسجد، كان يصلي الفرض في المسجد ثم يدخل بيته ويصلي السنة. ومن عمارة المسجد النبوي هذا الذي أنتم فيه أن تجلس في حلق العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد ليتعلم أو لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. إذا وصلت إلى المدينة شرع لك أن تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين، فتذهب إلى المواجهة وتستقبل القبر مستدبرا القبلة، تقف بأدب فلا تشتغل بالتصوير ولا تشتغل بمسح الحيطان أو الأسوار، تقف متأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص الفقهاء على أنه يستحب أن يتأخر كما لو كان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تقف عند القبر كما تقف للصلاة، فإن ذاك لله سبحانه وتعالى. بعض إخواننا إذا وقف عند القبر وضع يديه على صدره أو على سرته كما يضعها في الصلاة، وهذا ممنوع. يا عباد الله، قف بأدب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل السلام عليك يا رسول الله. وإن ذكرت شيئا من أوصافه من غير غلو ولا أذية للناس الذين ينتظرون فحسن، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشر
من سلم عليه عند قبره أنه صلى الله عليه وسلم ترد عليه روحه ليرد عليه السلام. نبينا صلى الله عليه وسلم ميت، مات كما يموت البشر، وهو حي في قبره حياة برزخية. فإذا جاء العبد فسلم عليه عند قبره رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام. أما إذا كان العبد يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي مكان ولو من داخل المسجد، فإنه لا يشرع له أن يتجه إلى القبر، فإنه عندما يسلم الملك يحمل سلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خذ خطوة كبيرة إلى يمينك لتسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قلت ثم خذ خطوة أقصر من الأولى لتسلم على عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم انصرف ولا تشتغل بالدعاء. احذر يا رعاك الله أن تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن مات وهو يعلم الناس ألا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تقع في هذه المخالفة الشنيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تسلم عليه، هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله منه. ولا تدعو الله عند القبر، وإنما بعدما تنتهي انصرف، وإذا أردت أن تدعو فإنك تدعو الله في أي مكان من المسجد. هكذا كان السلف يفعلون بدءا من الصحابة فمن بعدهم. ويشرع لك أن تزور بقيع الغرقد، هذا البقيع الذي دفن فيه جمع كبير من المؤمنين بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. واعلم أن زيارة القبر يقصد منها أولا أن تتذكر الآخرة، وأن تتذكر أنك ميت لن تخلد في هذه الدنيا. فها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف من وطئ الأرض بعد الأنبياء مسجون في قبورهم، وها هم بعض أئمة الإسلام مسجون في قبورهم. والأمر الثاني أن تقيم السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور بقيع الغرقد، فزيارة القبور سنة. الأمر الثالث أن تحسن إلى الأموات بالسلام عليهم والدعاء لهم، أن تحسن إلى الأموات بالسلام عليهم والدعاء لهم. هذه الثلاثة هي مقاصد زيارة القبور. لا تزار القبور للتبرك، لا تزار القبور ليدعى، لا تزار القبور ليدعى أصحابها، وإنما لهذه الأمور الثلاثة. ثم ينصرف العبد
ويشرع له أيضا أن يزور قبور شهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم، والأمر كما ذكرنا في البقيع. لا يشرع لك يا عبد الله أن تربط خرقة في أسوار القبور، لا يشرع لك أن تضع 7 حصيات فوق بعضها عند القبور، لا يشرع لك أن ترسل رسالة إلى أهل القبور. احذر، فإن الأمر عظيم شديد. بقي أمر تفعله في المدينة، وهو أن تصلي في مسجد قباء، رابع المساجد فضلا، رابع أحب البقاع إلى الله، أول مسجد جامع بني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد أسس على التقوى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه: وفي ذلك خير، وفي ذلك خير. كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا، وليس السبت شرطا للزيارة. نعم، من أراد أن يوافق صورة السنة فذهب السبت فحسن، لكنه ليس شرطا في الزيارة، لأن بعض الناس إذا لم يزر يوم السبت، لم يذهب إلى قباء يوم السبت، لا يذهب ذلك الأسبوع. هذا ليس بصحيح. لو ذهبت الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس تحصل الفضيلة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كتب له أجر عمرة. فتحصل أجر العمرة. هذا المشروع لك يا زائر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.